مؤخرا بانفجار المرفأ كنت بحالة صدمة مثلنا كلنا، ويمكن هيدي الصدمة هي اللي ساهمت بانك تخففي شوي سياسي او تقرفي. اقرف بعدك بهالحالة الصدمة؟ ايه بعدني بحالة الصدمة. سابان نحن ثالث اكبر انفجار بالعالم، نحن صار قاطع 3 أشهر بعد ما حدا قال مين مسؤول عن اللي صار، ما حدا عزة أهل الضحايا اللي راحوا بكياس عند أهلهم أو اللي اختفوا بالانفجار وبعدهم قاعدين عم يتخانقوا أي حقيبة بدهم ياخدوا. ما بعرف شو بدي أقول زبان، بس الله يرحم الناس اللي ماتت، لأنه هيك مسؤولين ما بيستاهلوا شعب مثلنا. خلصت تصليح البيت؟ خلصته بس منه كامل، بس بقدر نام. نعم. قبل شوي ذكرتي قلتي لو عندي ولد وصار له شيء بالانفجار كنت متت زمان، ودغري انت وعم بتقوليها يعني تذكرت بيتك لانه كان ممكن يصير له شيء، وانا كان ممكن كون بالبيت وانا يصير لي شيء. يعني من حظ امي انه انا كنت موجوده عندها وقتها طلع الانفجار، ما كنت موجوده بالبيت، والا في حيلا شيء كان يصير مثل ما صار لغيري يصير لي. نعم. مثل كل نقطة تحول، يعني كل مرة بيصير شيء كبير هالقد وما بنتعلم الدرس كلبنانيين، بس هالمرة يبدو انه في كتير قرروا يرحلوا، يتركوا لبنان ويروحوا وما يتطلعوا لورا. ما بلومهم. يعني في ناس قادرين يسافروا ليعيشوا اولادهم حياة كريمة اكتر، في ناس بدهم يسافروا بس مش قادرين يسافروا، وفي ناس مقتنعين وعايشين هون. بس بكل الأحوال اللي راحوا بقول لهم خلوا لبنان بقلبكم وحبوه، لأنه هيدي مرحلة ونحن رح نتخطاها. يعني ما رح، يعني أنا مآمنة بلبنان وعارفة إنه وان داي رح نوعى ما رح نشوف ولا حدا من الناس الموجودة هلأ. المهم يضلهم يحبوا لبنان، لأنه الوطن مش هن المسؤولين، يعني الوطن ما بيمثل المسؤولين، الوطن بيمثلنا، بيمثلهم، بيمثل كل شيء حلو. ممكن شنو تتركي لبنان وتروحي تعيشي بالقاهرة مثلا؟ لا عمري، بسافر أكيد وبسافر عباريز وبقدر، بس إنه أترك لبنان for good never وما بعمله. نعم. كتير غنوا لبيروت مؤخرا بعد انفجار بيروت، ليه أنت ما غنيتي لبيروت مع أنك غنيتي للثورة؟ يعني هي مش إنه إذا بتعمل غنية بتكون يعني أنت بتحب بلدك يعني. نعم. او انه اكثر انه او حدا بيحب بلدك اكثر منك، مش الغنيه اللي بتعبر عن انتمائك وفخرك. نعم. بهويتك. شو اكثر غنيه حبيتيها لبيروت؟ حبيت اغنيه الشاب خالد، انه حدا منه لبناني بس لانه اجى على لبنان وحب لبنان وعمل دغري اغنيه. نعم. طبعا انه كان في كتير اغاني حلوه نزلت لبيروت. نعم. ست الدنيا بيروت.